احنا مش هنستسلم، يا هننتصر يا هنموت. من اكبر المؤثرين في تاريخ المقاومة العربية لجيوش الاحتلال شيخ المجاهدين واسد الصحراء عمر المختار. عمر مختار عمر المنفي الهلالي، شخص فريد من نوعه، اتولد في مدينة منفى الهلالية بالجبل الأخضر بليبيا، تحديدا يوم 20 أغسطس 1858. اتعلم عمر في مدرسة القرآن، وكان شخص رزين وحكيم، واتشهر بفضل الخلافات ما بين الناس والقبائل، وكان عنده خبرة جديدة جدا في الصحراء والطرق الصحراوية، فكان بيطلع مع الرحلات والقوافل اللي كانوا بيسافروا ما بين السودان وليبيا. وهقول لك دلوقتي سر تسميته بأسد الصحراء. في يوم في رحلة من الرحلات اللي كانت ما بين السودان وليبيا، وعمر ماشي مع قافلة من القوافل، طلع عليهم أسد طريقهم، وكان رأي بعض الناس اللي معاه ان هم يحدفوا له جمل من الجمال اللي معاهم فهياكله ويشبع وبكده مش هيهاجمهم. لكن عمر كان عنده رأي تاني، هاجم الاسد وقتله وعلقه على باب الخيمة بتاعته. ومن هنا الناس عرفت في الصحراء ان مفيش غير اسد واحد. عمر المختار هو مثال للمقاومة والايمان بالقضية. في 1911 اعلنت ايطاليا الحرب على الدولة العثمانية واللي كانت ليبيا جزء منها. يسكت المختار اللي كان وقتها شيخ البلد؟ لا، ده جمع 1000 مقاتل من قبيلته وانضموا للدولة العثمانية وسببوا متاعب كبيرة جدا للجيش الايطالياني، وده طبعا بسبب خبرته في الصحراء اللي اتكلمنا عليها. لكن للاسف في 1912 بيحصل صلح ما بين الدوله العثمانيه والطليان. المفروض كده تبقى انتهت المقاومه بتاعت عمر المختار، لكن بالعكس هي بدات. قعد في جهاد وحرب شرسه جدا مع الطليان استمرت لاكثر من 20 سنه، جسد فيها عمر المختار معنى الايمان بالعقيده والقضيه. اكتر حد تسبب لهم في متاعب وقلق رغم ضعف الامكانيات اللي كانت قليله جدا، شويه من قبيله بيحاربوا جيش لدوله، اكيد في فرق كبير جدا في الامكانيات. بعد تولي موسوليني حكم ايطاليا 1922 عين حاكم عسكري جديد على ليبيا وهو بيترو باديليو. حاول باديليو بكل الطرق مع عمر المختار، قعد معاه وقال له انت تعيش الباقي من عمرك لانك راجل كبير في مصر بدون متاعب وقلق وتفكك بقى من حوار المقاومه ده. لكن طبعا رفض عمر المختار، فحاول معاه مره تانية وقعد معاه وقال له احنا همسكك حكم ليبيا بس تسيبك بقى من موضوع المقاومه ده خالص، لكن برضه رفض عمر المختار. شيء غريب فعلا، اي حد هيتعرض عليه العروض دي بنسبه كبيره هيوافق. ففضل باديليو يحاول مع عمر المختار اكتر من 6 سنين، لكن طبعا كل محاولاته اتقبلت بالرفض. وهنا بقى بيغضب موسوليني اللي بيقرر قرار يغير في مسار القصه، بيقرر تعيين حاكم جديد على ليبيا وهو رودولفو جريتسيانو. جريتسيانو كان معروف عنه انه من اكتر الحكام دموية ووحشية، وعمل مذابح ومجازر كتير جدا في ليبيا، لكن برضو المقاومة موقفتش. ده من كتر ما كان هيتجن من عمر المختار عمل سور ما بين مصر وليبيا عشان يوقف الامدادات اللي كانت بتيجي من مصر لليبيا، كلفه 20,000 فرنك. وللأسف بعد سنين من المقاومة والجهاد بيقدر الطليان ان هم يقبضوا على عمر المختار واللي كان عنده ساعتها 73 سنة، واللي اذهلهم تماما برد فعله وصموده، قال لهم انت عمرك بينتهي، قال لهم انا لله وانا اليه لراجعون. وعشان تقتلوا عمر المختار محتاجين تقتلوا الاجيال اللي بعده واللي بعده واللي بعده، والمقاومة عمرها ما هتنتهي. بيتحاكم جلاد الطليان محاكمة سورية وهو عنده 73 سنة، وهم أصلا كانوا مقررين قرار إعدامه ده من بدري، ودي مجرد محاكمة كده يعني. وبيتحاكم عليه طبعا بالإعدام، وعشان المحاكمة تبقى أكتر درامية جمعوا شوية من المعتقلين اللي هم رجالة عمر المختار وشوية من الشعب عشان يشوفوا عمر المختار وهو بيتعدم. قال يعني كده المقاومة هتنتهي والناس دي هتخاف، وبيتعدم للأسف عمر المختار، ومشهد إعدامه بيهز قلوب الناس في الدول العربية كلها. الطليان كانوا مفكرين بموت المختار إن المقاومة كده تنتهي تماما، لكن بالعكس المقاومة زادت والعقيدة زادت لحد ما خرجوا الطليان من ليبيا 1943. قصة عمر المختار مش مجرد قصة عادية، دي قصة هتتعلم منها يعني ايه عقيدة ويعني ايه شخص مؤمن بقضية مستحيل رأيه يتغير فيها. قال لهم انا عمري هيبقى اطول من عمر شانكي، وبالفعل هيفضل اسم عمر المختار وسيرته باقية لسنين وسنين وسنين. اتمنى تكون عجبتك الحلقة، انا احمد حسن حفني، وهنتقابل بإذن الله في حلقة جديدة قريب جدا.